السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان الأخوات من جديد مع وصفة من وصفات طبيعية ومجربة بايلونا. كيف ما كتعرفوا الإخوان الأخوات، مع حلول فصل الشتاء كنعانيو من بزاف الأمراض وخصوصا مرض الزكام بمختلف أنواعه، وخصوصا الأطفال والمسنين. لهذا الغرض جيت لكم اليوم بوصفة سحرية للتخلص من هذا المرض العضال. ودابا غنتقلوا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. عندنا كمية من التين المجفف أو الشريحة، وكذلك الثوم وزيت الزيتون. هذوما المقادير اللي غنحتاجو الوصفة ديال اليوم: الشريحة أو التين المجفف، الثوم، زيت الزيتون. خليكم معايا باش نمشيو الطريقة ديال التحضير. دابا غنبداو في الطريقة ديال التحضير ديال الوصفة ديالنا. غناخدو الثوم، هذا النقيض، أول حاجة كناخدو الشريحة كنغسلوها مزيان حتى تغسل من التراب، وكنشفوها وكنحيدوا لها داك العويد اللي كيكون الفوق. انا حضرتها قبل باش ما نطولش عليكم، غسلتها ونشفتها وقاديتها، ها هي واجده. ودابا حنا غادي نحتاجو ثوم منقي بهذه الطريقه هذه. غادي ننقي الثوم، نحتاجو الثوم الأحمر، من الأحسن تاخدو الثوم الأحمر. شوما خايبة، كنوريكم الطريقه من البدايه كيفاش نحضروا هذه الوصفه. دابا حنا نقينا واحد الكميه ديال الثوم كما كتشوفوا، دابا غنحتاجو الشريحه، غادي نذبحوها بهذه الطريقه هذه. ونوضعو عليها فص ديال الثوم بهذه الطريقه هذه، نسطوها بحال الثوم. هذا الراس الكبير نقطعو على جوج، وناخدو الشريحة
ونقلبوا الشريحه واش ما فيها والو، واش نقيه من الداخل ونوضع عليها بالطريقه هذه. ناخذ شي شريحه تكون شويه عامره، وهي الشريحة ديالنا كملناها في التحضير بعد ما قطعنا الثوم ووضعناه في القلب ديال الشريحة كما كتشوفوا بهذه الطريقة هذه. دابا حطيناها فوق الكسكاس باش نفوروها وتاخذ وقتها من التفوار. لا بأس، غنعطيكم واحد النبذة عن أهمية هذا المزيج لكونه كيحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف وغيرها، فهو كيساهم في العلاج بزاف الامراض مثل الكوليسترول وامراض القلب والامساك والم المفاصل والتقويه ديالها، وكيطهر الجسم من السموم وكينقص الوزن الزائد وعده امراض. ودابا على بركه الله غنشدوا الكسكاس وغنوضعوا فوق البوطه باش نطيبوا هذه الشريحه هذه وتاخذ وقتها من الطياب، كنقصد عفوا تاخذ وقتها من الطهي من التفوار، وغتاخذ لينا تقريبا 20 دقيقة حتى 30 دقيقة ديال الوقت باش طيب مزيان. كما كتعرفوا الثوم كتكون شوية قاصحة خاصها تولي شوية رطبة، وكذلك الشريحة باش تولي لنا معسلة. ومني غطيب لينا الشريحة ديالنا غادي نوريكم النهاية ديال الوصفة. الشريحة ديالنا كما كتشوفوا وضعناها فوق البوطة باش تفور مدة ربع ساعة حتى نصف ساعة، ومن غتكمل في الطهي ديالها غادي نوريكم الشكل النهائي. ودابا ها هي الشريحة ديالنا طابت وجدات كما كتشوفوا، غادي نوضعوها في هذا الإناء الزجاجي بهذه الطريقة هذه. هي طابت مزيان ولات معسلة حتى من الثومة هي طابت. نتأكدوا بأن هاد الشريحة والثومة خدات حقها من التفوار، وعاد باش نوضعوها في الإناء. وصفة ممتازة، هاد الوصفة راها ممتازة الزكام، اخص الزكام في فصل الشتاء كنعانيو بزاف من هذا المرض هذا. وهذه هي الوصفه اللي غتعالج لينا هذا المرض هذا، وصفه طبيعيه وفعاله. انا ما كتخطانيش هذه الوصفه فصل الشتاء، دائما كنحضرها كنبقى نتناولها انا ووليداتي وراجلي، كتعطي نتيجة سريعة. أحسن وصفة طبيعية هي هاد الشريحة والثوم وزيت الزيتون كما كتشوفوا، طريقة سهلة. دابا حنا وضعناها في هذا الإناء، دابا غادي نحيو عليها زيت الزيتون بهذه الطريقة هذه.
هذه كما كتشوفوا. وبالنسبه لطريقه الاستعمال فهي سهله بزاف. كناخذوا حبه على الريق وكنتسناو مده 10 دقائق عاد باش نفطروا، وكذلك كناخذوا حبه قبل النوم مباشره. كانت هذه هي الطريقه ديال الاستعمال كما وريتكم. وهكذا كنكونوا انتهينا من الوصفه ديالنا. كنتمنى انكم تساندوني باللايك والاشتراك لتعم الفائده وبالشفاء للجميع. خليتكم على خير والى وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.